شوفي لي عافية. respiratory muscle طالع. respiratory muscle include muscles of diaphragm, external intercostal muscle اللي هي مسؤولة عن الانسبيراتوري muscle, internal intercostal muscle اللي هي مسؤولة عن expiratory muscle, واحدة مسؤولة عن inspiration اللي هي الخارجية, والعضلات الداخلية المسؤولة عن الاكسبيريشن. نمبر 4 اللي هو الانتيرير ابدومينال وول مسل, عضلات البطن. حركة موفمنت اوف دايفراغ حوالي 75% of the exchange in intrathoracic volume during quiet inspiration. يعني في التنفس الهادئ او التنفس الطبيعي عضلات الدايفراغ مسؤولة عن 75% من الريسبيريشن, عملية الريسبيريشن بروسيس 25% عفوا 75%. اذا شوف الريسبيراتوري مسل ايضا لها دور رئيسي في عملية اعادة التنفس, لذلك تشوف انت بعملية الإسعافات الأولية عملية تشوفون الضغط على عضلات القفص الصدري, طبعا هي تكون مساعدة في دخول وخروج الهواء. هنالك يمكن شفت ورشة حدثت في جامعتنا في الإسعافات الأولية وكيفية إحداث التنفس الاصطناعي اليدوي طبعا, وهنالك يعني اعتقد تفاصيل بها القضيه هاي, لكن نرجع نقول انه 75% من عمليه الكوايت ريسبيريشن هي تحت سيطره المصل. زين, بلود سبلاي يعني اللي يجهز اللونج هو من خلال بولمونري سيركوليشن اللي هي الدوره الدمويه الرئويه اللي هو البولمونري ارتريز اللي يجيب البلد تو ذا لانج ينقل. بلود از اوكسجينيتد ان لانج اند ريتيرن خلال البولمونري فين, وهي هاي الحاله المعاكسه اللي صارت بها الفين هو بها اوكسجينيت, والبولمونري ارتري اللي يجيب من البلد من الهارت تو ذا لانج هو بي تي او 2. هاي معلومه حقيقه فقط للتذكره. هنا عندنا نقطة مهمة بهذا السلايد, وأريد أسمع من عندكم الانرفيشن. نرجع إلى محاضرتنا الأولى والثانية. انرفيشن أيمن الصوت واضح يمك أيمن, عافية راقب الشات أيضا طيبة محمد. الانرفيشن أيضا للتذكرة أشوفكم انه هنالك. طيب يا محمد وياي؟ اي دكتور وياك. هنالك two part for autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. ونرجعنا على نفس الموضوع بالانرفيشن. الباراسمباثيتك شو يسوي بصوره عامه للريسبيراتوري سيستم, والسمباثيتك شو يسوي للريسبيراتوري سيستم. من اللي جاوب لي كونتراكشن بصوره عامه ماكو مشكله عادي. زين, هذا باراسمباثيتك. والسمباثيتك انا قلت لكم ليش اخذنا الاوتونوميك نيرفس سيستم في بدايه, لان له علاقه بكل السيستم. سمباثيتك محمد علي موسى, سمباثيتك يقول دايليشن, ممتاز عباس دايليشن, ريلاكسيشن دايليشن. زين, برونكو دايليشن بعد عبارة أكثر وضوحا. سمباثيتك برونكو دايليشن, عافية دعاء, مش تبع يقول دايليشن بس إذا نضيف وياها برونكو تكون أفضل, تكون مصطلح أدق. البرونكو دايليشن وهاي أخذته وأخذنا وسوينا به موقف علمي ووصلت الصورة مالت هذا الموضوع. يعني فقط هسه من الريت عافية آمنين من الريت نذكر بهذا الموضوع فقط للتذكرة, أخذناه بالمحاضرات السابقة. Parasympathetic
اذا صار له ستيميليشن يصير برونكو كونستراكشن عن طريق يا ريسبترات، ريسبترات اللي جاكم بالسؤال، بالسؤال الكيس اللي هو بي اسما، مو صحيح؟ لا يا دعاء عقيل، عافيه شهد، مسكرانك ريسبتر، البيتا 2 قلنا احنا لها علاقه بالسمباثيك. ليش كلكم كاتبين بيتا 1 بيتا 2 مسكرانك الفا 1 الفا 2؟ ليش؟ انا حقيقه الامتحان الاول يعني حتى تعرفون شلون يصير يكون الكتاب، يا الواحد كاتب مسكرانك كلش كاتب. تمام؟ او يعني يكون اغونست بالبيتا 2، يعني الواحد الكاتب مسكرانك ان بيتا 2 جوابه كامل 100%. الريسبتر المستهدف بالعلاج. تمام؟ الريسبتر اللي يكون تارجت فور تريتمنت. زين. ثانيا هذا السلايد اللي امامكم. ثانيا ذا نيرف اندينج، نيرف اندينجز، طيب يا اخوان النيرف ما راح يبقى بصوره مستمره. Are also activated by الليكوتراين. اعطينا سيمينار الى احد طلبه شنو الليكوتراين؟ شنو هذا الايكوسانويد احنا نسميه المشتق من الاريكادونيك اسيد اللي مشتق من الفوسفوليبيد الموجود بالسيل ممبران وكل تفاصيله وشلون يصنع وشلون يتكون وشلون هذا حقيقه بالمرحله الثالثه. ناخذه الليكوتراين. لكن كميديكال فسيولوجي بالسيمينار يتطرق له شنو وظيفته الفسيولوجية. تمام؟ الريتنس كيميكال سي او التسمم بحالات المينرال الهيدروكربون كولد اير كلها تكون محفزه المن للنهايات العصبيه تكون محفزه. لذلك عافية اغلق المايك منكم راح يصير برونكو كونستراكشن. برونكيال سموث ماسل تون هاز سيركاديان ريثم. لاحظ هذه العباره اكتب اياها بملاحظه. شنو معناها؟ انه بالستة الصبح حسب المصدر اللي اعتمدته يكون هنالك برونكو كونستراكشن في اقصى، احنا مو نقول هو اكو سمباثيك وبارا سمباثيك، فالبارا سمباثيك راح طبعا بالحاله الاعتياديه نورمال راح يكون ماكسيمم برونكو كونستراكشن ان ذا مورنينج اد مينيمم يقصد مينيمم ماكسيمم بالمينيمم برونكو دايليشن بالسته مساء. تمام؟ شنو راح استفاد من هذا الموضوع؟ شوف هسه يعني يفيدني الجانب الصيدلاني. تمام، شنو استفاد من هذا الموضوع؟ من اللي يقول لي شنو استفاد من هذا الموضوع؟ اللي يقول لي يعتبر له نشاط مهم جدا. شو استفاد من عنده؟ كله للتفصيل، مو ننطي ادويه بهيج وقت. عافية طيبة محمد، مفتاح الكلام هذا نسميه، مفتاح الجواب، مفتاح يعني خطوة أولى نحو الجواب الصحيح. عافية عباس، توقيت العلاج، نضرب مثال، هسا هاي طيبة ومحمد عندهم مشاركة وياي، طيبة زائد عباس العفو. طيبة وعباس. زين. احنا اذا صار عندنا ديزيز، انتبهوا لهاي الحاله 58 طالب موجود، اذا صار عندنا ديزيز ببرونكو كونستراكشن واستخدمنا بهذه الحاله ادويه تكون معاكسه المن للبرونكو، معاكسه للاسيتايل كولين، معاكسه لعمل البارا سمباثيك، فالافضل نعطيها باي وقت مريض ببرونكو كونستراكشن واستخدم علاج الصبح وقبل الصبح يبدا من شروق الشمس الى حد مو الى حد قبل الظهر. لا اقول لكم الصبح، انا مو كاتب لكم الساعه مجتبى، عافيه مجتبى، بس 6 الصبح مو تقول لي صباحا، صباحا اعتبرها انا صباحا، هسه نقول من شروق الشمس الى حد الساعه 11:30
12 الليل أذان الظهر 6 الصبح والعكس بالستة مساء. زين ليش صارت هاي الحالة؟ ليش بالستة الصبح ليش بالستة بالليل؟ ليش هنا إذا أقول لك give physiological interpretation يعني أعطي تفسيرا فسيولوجيا لهذه الحالة، شو تقول لي بكلمتين فقط؟ من يقول لك شنو هالكلمتين بالإنجليزي؟ من يقول لي هالكلمتين شهن؟ راح تروح للمحاضرة، ماكو عادي تروح للمحاضرة تشوف. هم يعني الأفضل يسموها يعني الأفضل تنوخذ الصبح، بالخصوص يعني جماعة اللي عندهم أسمى وشيء، اكو جرعة عندهم قلها الصبح تاخذ. طبعا هم أكثر ما تتحدد بالستة الصبح، هو علميا هنا بالكتب الرسمية ستة الصبح. تمام؟ هاي تكون ماكزيموم. واضح؟ تكون ماكزيموم، ماكزيموم فازو ماكزيموم برونكو كونستراكشن. زين. سؤالنا وين صار؟ عباس يقول depending on sympathetic and parasympathetic. لا. كلمتين موجودات بالمحاضرة. هسه راح أكد عليها وحتى أروح ألونها وخليها جواها خط. طيب محمد هو مو قلنا ليش اعطيناه بهذا الوقت؟ شنو هذا يعني بستة الصبح؟ ليش ما ب 12 الظهر؟ ليش ما بالأربعة العصر؟ مو صح؟ ما أريد الجواب، كل هذا الجاي تقولوه يعني قريب من الصح، لكن أريد كلمتين فقط، ما تفصل تجيب لي كوبي بيست من الإنترنت وتخلي لي فد مثل ما أحد الأجوبة داز لي طالب ما يقارب بال 100 سطر، ما أدري منين جايب هاي 100 سطر، على أول ما شفتها يعني حقيقة تفاجأت. يعني 100 سطر كوبي بيست على إذا تريد أدز لكم إياه بس أرفع الاسم الطالب حفاظا على يعني خصوصية مالت الطالب. 100 سطر؟ 100 سطر والله ما أطول إجابة بالعالم هاي. جواب بأربع كلمات 100 سطر. زين ما جاي أشوف واحد ينطي الجواب المثالي. راح أعطيكم الجواب باعتبار أنه هو الموضوع مو الغاية من عنده إخفاء الجواب، لا الغاية من عنده نشر المعلومة. هنالك يسمون ساعة بيولوجية، سامعين بها الساعة البيولوجية؟ كلكم سامعين بها. فرح استويت بعد ما حكيتها. فرح ظافر بعد ما حكيتها. كلمتين فقط. سيركاديان رتم. سيركاديان رتم. هنالك ساعة بيولوجية، هاي الساعة البيولوجية منظمة للهرمونات، منظمة ل عافية. ما بيها مشكلة حتى لو واحد يرجع للمحاضرة، هي هاي المحاضرة هي المصدر. فالسيركاديان رتم كلمتين ما داعي تشرح لي، لانه احنا نعرف انه البيولوجيكال كلوك السيركاديان رتم راح نشوفها للهرمونات، اكو اوقات تصعد واكو اوقات تنزل، اكو خلال مثلا خلال الشهر اكو هرمونات تصعد واكو هرمونات تنزل، خلال النهار اصلا مثلا نشوف الكورتيزون دائما نشوفه بالصباح اكثر، بالظهر اقل، بالعصر يصعد، بالليل ينزل. ولذلك حقيقة نصيحة ننصح بها أنفسنا وننصح بها كل الناس وطلبتنا، بأنه إحنا كل إحنا كنا نسمع أنه بس إحنا مرات ما نطبق النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا. حقيقة هي هاي الفكرة يعني مو فكرة اعتباطا من قالوها، إذا علميا ترجع لأنه إحنا جاي نعاكس السيركاديان رتم، عاكس البيولوجيكال كلوك. فاحنا نعرف انه في هذا التركيز مثلا الكورتيزول ينزل، فانا راح ابقى بالستريس واقاوم الى نزول الكورتيزول، وابقى بضغط على التشو وضغط على السيل وضغط بانه اني اسوي اختلاف لهذه البيولوجيكال. طبعا هنالك تاثيرات كثيره ولا نشوفها حتى في حالات من حيث الدراسه ومن حيث مثلا اللي يقرا الصبح لو يشوف يقرا في فتره الصباح يعني من بعد الستة أو من بعد الساعة السابعة، حيث أو المحاضرة دائما بالجداول إحنا نخليها المحاضرة اللي تحتاج يعني خلينا نقول تركيز وفهم وشين دائما نخليها في بداية الجداول وليس اعتباطا.
بينما المحاضرة اللي نحتاج مثلا يعني فقط يعني أقل ما تحتاج تركيز عالي خليها في وسط النهار. يعني لازم واحد يسأل يعني بهذه الطريقة ليش؟ لأن هنالك سيركاديان رتم، سيركاديان بيولوجيكال كلوك، هنالك هرمونال مسؤول عن عملية التركيز، مسؤول هرمون مسؤول عن عملية ريجوليشن اوف ميتابوليزم اند سو اون. واضحة الفكرة؟ فإذا يعني اتطرق بأي سؤال يجي ويقول ليش هذا بالستة الصبح بالستة العصر، ليش واحد دائما تكون الأدوية وأعطائها في وقت ما كان هو أقصى يكون كونستراكشن، تكون الجواب سيركاديان ريتم. واضحة يا محمد؟ أنا من أقول واضحة طيب يا محمد يعني أقصد البقية. طيب يا محمد وياي؟ طيب يا محمد؟ إي دكتور وياك واضحة. واضحة الفكرة؟ واضح. زين. شوفي لي شنو طالع بعد. نجي الآن للسمباثيتك. السمباثيتك اللي هو البرونكودايليشن حقيقة أن ديكريز ذا برونكيال سكريشن من خلال الأدرينرجيك ريسبتورز بريدمنتلي بصورة أكثر اللي هي البيتا 2. هي أكثر شيء البيتا 2 الموجودة وين؟ respiratory system. لاحظ هذه العبارة اللي أيضا أنا جايب لكم إياها. Non-cholinergic and non-adrenergic innervation stimulation of these endings result from bronchodilation. إحنا قلنا الـ VIP اللي أخذنا some of cell in the respiratory system تفرز neuropeptide such as VIP. هذا الـ VIP ينهي عمل الـ non-cholinergic والـ non-adrenergic وهو مسؤول عن عملية الـ bronchodilation. حقيقة الـ VIP قلنا احنا راح بيناه سيمينار لأحد الطلب وراح نناقش هذا الموضوع. الـ VIP طبعا موجود بالـ bronchi، موجود بالـ GIT، موجود في أنحاء أخرى من الجسم. الغاية بكل واحد إلى وظيفة الفسيولوجية، تمام؟ راح يكون تفصيله بصورة موسعة بالسيمينار. نوت: It has been observed that large number of bronchial asthma patients شافوا انه الـ VIP، شوف لاحظوا انه قلنا مسؤول عن عملية البرونكودايليشن بالاسما، واحدة من اسباب الاسما. طيب محمد عافية خاف انقطع على الاتصال. واحدة من اسباب الاسما كثير بالمناسبة الاسما هو مالتي فاكتوريال ديزيز، يعني اسبابه مختلفة. طيب محمد عافية. طيب محمد. اي دكتور وياك. فالاسما وحده شافوا من عند انه الـ VIP هذا البيبتايد النيوروبيبتايد راح يكون بقليل. اضافه لذلك هنالك السيتوكين الفلامنتري سيتوكين، هنالك جينيتيك، هنالك يعني ريسك فاكتور كثير له السموكينج اند سو اون. لذلك واحد من عندهم شافوا الـ VIP يكون دي ناقص. نجي الى عمليه البريثنج اللي هي هاي اللي تكون التنفس اللي هو مسؤول عن اللنج. شلون راح يحدث؟ طبعا the lung completely full thoracic cavity cavity increasing and decreasing in size. هاي الحركة اللي هي موجودة أثناء عملية البريثنج. The air in the lung is termed alveoli air. هذا أخذناه وقسمناه إلى two zones: conducting zone and respiratory zone. Differ from air that it remain it contain much less oxygen. شيء طبيعي يحوي على اقل من الاقل اكسجين ويحوي على اكثر من CO2 بديهيا. It come in contact with the blood and قلنا اللي هو respiratory membrane، يفصل ما بينها وما بين pulmonary capillary. بس من هذه الفقرات فهمنا انه الاكسجين راح يكون تركيزه قليل وCO2 يكون تركيزه عالي. الالفيولار الالفيولار اير يحوي على 14% اكسجين، 80% نيتروجين، 5.5 إلى 6% سي او 2. من هو هذا الاير اللي داخل الالفيولار؟ لكن الاير اللي موجود في الروم في الغرفه، طبعا الغرفه اللي بها تهويه وبدون اي مشاكل، فراح نشوف 21% اكسجين. لاحظ زياد مقدار الاكسجين هنا، هنا بالالفيولار اير 14%، بينما هنا زيد 21%. النيتروجين 79 تقريبا متساوي. هنا عندنا السي او 2 كاتبين هنا يعني
صفر، هو حقيقة كافيين صفر يعني 0.04% مقربها للصفر equivalent to zero. لذلك CO2 راح يكون داخل الالفلور أكثر مما بالخارج، وإحنا اتفقنا أنه عملية respiration تكون من التركيز الواطئ بالأكسجين اللي يستعد طلبته طيبة بالإعادة، أنه الغاز exchange from high concentration to low concentration at the end of quiet respiration، تنفس بصورة طبيعية. اللنج contain still contain about 3000 مول of alveolar air، هذا محسوب قد مقدار الهواء الداخل الالفيولا مقداره 3000 مول، but only 420 مول of this is oxygen، قد مقداره من ال 3000 420 مول هو اكسجين، يعني حوالي قد 14% من 3000. زين احنا عندنا 420، but the required قد نحتاج الجسم تحتاج في الظروف الاحتياديه من الاكسجين 250 مول من الاكسجين كل دقيقة طبعا at rest، حتى مأكد بين قوسين at rest. طبعا شو طبيعي الأكسجين مهم في عملية الميتابوليزم عملية النقل، لذلك راح نشوف انه الأكسجين اللان is less than 2 minute supply. لاحظ انه كمية الأكسجين الموجودة بهاي الألفيولاي لاحظها زيت مقدارها 420، الجسم يحتاج هذا بالكوايت ريسبيريشن يحتاج زيت مقدار 250، لذلك الكمية الموجودة تقريبا ضعف الكمية اللي يحتاجها البلد بالدقيقة الواحد، يعني 420 أو 200 تقريب هي ضعفها موجودة ومجهزة داخل الألفيولار اير. لكن بان فيري سيفير اكسرسايز هاي الكمية الأكسجين نحتاجها قد تصل إلى 5000 مل اوف أكسجين بير مينيت. لاحظ هاي بالكوايت يجب نحتاج 250، بينما بالاكسرسايز نحتاج 5000 مل من الاكسجين. عافيه طيبه، شوفي الاسلايد اللي طالع امامكم. طيبه والله يمكن دكتور صوتك دا يقطع. هسه صوتي يمكن واضح؟ طيبه عافيه. ايوه وضحت. زين. ميكانيزم او ميكانكس اوف فنتيليشن انسبيريشن اللي اتفقنا عمليه الشهيق هي عمليه اكتيف بروسيسز تحدث نتيجه كونتراكشن اوف اكسترنال، قلنا الوظيفه العضلات المسؤوله عليها اللي هي الاكسترنال انتركوستال موسل، عندما تكون رايزد ذا تشيست وول اب وورد. شوف من يصير عمليه الشهيق راح تصعد العضلات الى الاعلى by contraction the diaphragm، عضلات كذلك الحجاب الحاجز راح يكون بها تقلص، وبالتالي يكون عملية دخول الاكسجين او دخول الهواء الى داخل التنفس. هاي العملية حقيقة نحتاج لها انرجي، لذلك تكون active processes. Contraction of this muscle enlarged the thoracic cavity created sub atmospheric، حقيقة مرات يمثلوها شلون القطرة، يعني القطرات لو تشوفوه اللي هي مو هسه القطرات اللي يعني تضغط البودي مالها حتى تنزل القطره، لا اكو قطرات مثلا ذني اللي صناعه مثلا السلامره تحصرها من فوق، شوف تحصرها من فوق يعني تقلص العضلات وبعدين تفتح، هذا راح يدخل الدراج يصعد ديما بالدروبس، لكن نفس التقريب انه عمليه تقلص راح يضغط الى هذا لان هاي اكتف طبعا قاعد تصرف طاقه بهاي الحاله، فبالتالي بعدين راح يدخل الهواء الى داخل الرئم. هذا اللي يقصد من عنده as alveolar pressure decline، قل بالضغط البرجر atmosphere air move into the alveoli by bulk flow until the pressure equalized. ايش طبيعي انت من راح تفتح تضغطها الجسم راح الهواء يدخل حتى يعادل هذا التوازن ما بين الضغط الداخلي داخل الالفيولاي والضغط الخارجي. Dispiration قلنا هي passive processes تحدث نتيجة relaxation. Relaxation. واحنا اخذنا بالمسل كونتراكشن، اخذنا بالمسل كونتراكشن
الشابتر الاول انه صرفنا فوسفيت يعني انرجي، لكن بعمليه الريلاكسيشن الفوسفيت اصلا هو تحرر من الاكتين والمايوسين يعني راح الحفظ، وبالتالي ما راح يستهلك طاقه بهذه الحاله. Inspiratory muscle and power of the elastic recoil of the lung that is stressed during the inspiration. الخلاصة من أنه the expiration والinspiration, inspiration active transport, expiration هي passive transport. فترة توضيحية على هذا الموضوع اللي هو الinspiration، هذا ما موجود بالمحاضرة فقط للتفصيل وشلون من شلون نطلع الفرق ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. الانسبيريشن هو اكتيف بروسيسز بينما انا باسيف بروسيسز اللي تحدث تشست كافيتي اكسباند انترا ثوراسيك بريشر فولز، بينما هنا تشست كافيتي سايز ديكريز انترا ثوراسيك بريشر رايز. فرق اخر اير فلو انتو انتل ذا بريشر كوالايز، بينما الاير فلو اوت انتل ذا بريشر كوالايز. هذا الرسم موجود عندكم انتم بالمحاضره، تريدون هذا الرسم كيف؟ تريدون هذا الرسم؟ هذا الرسم ما اجيب، لكن هو فقط للغايه من عنده انه شنو الفرق ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن من حيث العمليه. مثل لو عفوا شوفوا اذا طيب هذا السلايد. طيب عفوا شوفوا هذا السلايد موجود. الموضوع هذا ما يسمى بالريزستنس اند كومبلينس، المطاوعة والمقاومة الموجود بالألفيولاي، مثلوها على شكل بالون. اكو فد حالة مطاوعة فيها، يعني من يدخل الهواء خلينا نقول شلون يزداد تتمدد، ولكن من يخرج الهواء راح تتقلص. هذه المطاوعة الكاباسيتي مالت المطاوعة راح نسميها كومبلينس، مطاوعة. طبعا هي ما يصير لها كولابس، قلنا ليش ما صار لها كولابس؟ يعني البالون اللي مثلناها بشكل بالون، خلينا نشوف انتباهكم. البالون شنو الفلويد؟ طيب محمد هذا شو اسمه؟ عفي عباس عبد الكريم، سيرفكتنت. تخيل انه البالون داخله سيرفكتنت، فبالتالي راح يصير يمنع عمليه الكولابس للبالون. يعني لاحظ هو يعني بيدك هسه انت تقدر يعني شو تتخيل البالون من عملية دخول الهواء ازداد الحجم مالته، لكن عملية خروج الهواء راح يقل الحجم مالته. الى بالحالة الطبيعية شيء طبيعي هو بيها كومبلينس، فهاي الكومبلينس والريزيستنس الموجودة هي راح تطي بصورة مستمرة. لاحظ ما تشوفون حركة اليد مالتي، فبالتالي راح تكون هي هاي العملية اللي هي تقلص انبساط تقلص انبساط تقلص انبساط. inspiration expiration inspiration expiration and there is complaints. هذا يكون complaints طبيعي for each lung. أي اختلاف بالcomplaints يعني هنالك disease، يعني هنالك disorder، خلينا نقول هنالك مشكلة. احنا إذا شفنا الcomplaints اللي تخيلتوها هسه نتيجة شنو؟ إما موجودة surfactant أو موجود ما يسمى بالإلاستيسيتي. يعني شنو الإلاستيسيتي؟ الإلاستيك إلاستيك بروبرتي الموجودة بالإبيثيليال. هاي الإلاستيك بروبرتيز هي اللي راح تعطي وظيفة الكومبلينت مع surfactant المحافظة على الكومبلينت. فإذا صارت مشكلة بالسيرفكتنت يعني هنالك كولابس، هنالك السيرفس تنشن راح يكون أكثر، وبالتالي راح يصير كولابس، وبالتالي راح يكون هناك ديزيز، يكون عملية الهايبوكسيا، يكون عملية اختناق، يكون عملية ديزيز، يكون هنالك واحد من هذه الديزيز هو مثلا بعد ما يصاب وشيء قليل من السيرفكتنت هو مثلا الكوفيد 19. لاحظ راح يصير آخر شيء هو الكولابس. Complaints is the preferred term to describe the elastic properties of the lung. طبعا هاي الelastic properties تعتمد على الابيثيليوم وتعتمد ايضا على السيرفكتنت. Complaints is measure of the lung expandability. طبيعي انهم نقيسها راح نشوف زياد مقدار الاكسباند لللنج.
اللنجن طبعا الطبيعيه اللي ما عندها ما بها مشكله تعتبر لها نورمال كومبلينس. اللنج with high complaints, small pressure change with result, a large volume change and work performed by respiratory muscle to inflate the lung would be less than normal. يعني الكومبلينس مرات واحد عنده مطاوعة أكثر، ولذلك تشوفون أنه دول اللي غطاسين يغطسون يعني يكون فترة طويلة، يعني هذا معناه عندهم الكومبلينس أكثر، حقيقة كمية أكسجين راح تكون أكثر داخله وبطيئة، نقول له عنده نفس طويل. وعنده نفس طويل بها تعبير، إما تعبير اجتماعي، بها تعبير نفسي، وبها تعبير فسيولوجي. من نقول مثلا نقول الشخص الفلاني عنده نفس طويل. نفس طويل إذا نفسره فسيولوجي يعني بإلاستيك كاباسيتي يكون أكثر. من اكسجين كميته راح تكون للاير اكثر، وبالتالي يحبس. مرات واحد يشوف نفس الامر ونفس الفروقات البقيه كلها متساويه، ونشوف واحد مثلا التنفس مالته عميق، واحد تنفس مالته اقل. هاي ليش ترجع من هالكميه؟ ترجع الى الكومبلينس اوف ذا لانج. فالتعريف اخر من المصدر، من احد المصادر، تريد بالشرف تريد هذا مضاف اليك، اللي هي اللنج كومبلينس از ذا فوليوم تشينج بير يونت بريشر تشينج، يعني دلتا في على دلتا بي، تغير دلتا بي من يصير على موقع بالحاله الانسبيريشن اكبر، بالاكسبيريشن اقل، صار فوليوم متغير، فوليوم 2 ناقص فوليوم 1 يسمونه دلتا في. على دلتا بريشر ايضا بالبريشر في حاله الانسبيريشن يختلف عن البريشر في حاله الاكسبيريشن، اكو فرق. هاي الفرق ما بين الدلتا في على الدلتا بي نسميه كومبلينس، عوامل كثيره مؤثره على الكومبلينس، اللي هي reduced lung elasticity plus respiratory passage, reduced production of surfactant, decrease in thoracic cage، اكو مرات قفص صدري يعني flexibility تكون قليله مالته، تكون difficult to if the lung or chest wall is stiff, low complaints، سواء كان ولادي، سواء كان مرض، سواء كان تعرض الى حادث، تعرض الى ضغوطات، ده على العمود يعني chest wall كله يؤدي الى انه قل في هذا الحجم، بالتالي الكومبلينت راح يكون اكثر. وحقيقه اللي عنده كسور بالاضلاع الله يساعده يعني في هذا الموضوع، لان عمليه الزياده في الانسبيريشن والاكسبيريشن راح تكون كل صعبه في هذا الاتجاه. يعني لا تتصورون انه الموضوع فقط نذكره، لكن في الام كثيره يتحملها المصاب بهذا الموضوع. لا يصير له تجبيس، لا يصير له شيء. If the resistance to gas flow along the airway is high resistance, so that the work of breathing required to overcome two forces which are يعني العوامل المؤثرة على الكومبلينتس. هاي العوامل تفسر بأحداث، وتفسر بأمراض، وتفسر بحالات ولادية. فأيش أي نقص بالكومبلينتس يعني معناها أكو عملية نقص. الضغط حقيقة الـ airway resistance and elastic forces of the lung which tend to collapse of the lung. فأي زيادة بالضغط أيضا تؤدي إلى collapse، بالتالي قلل complaints. If the air enter at the this space lung will collapse and this is called pneumothoracic. Pneumothoracic يعني حالات اللي تحدث نتيجة الـ collapse الثوراسيك، طبعا تحدث على اليمن على اللنج، اضافة عمليات الانجري وكثيرة الحالات الشيست انجري، كلها تؤدي الى قل بمن بالكومبلينس. راح اتوقف هنا، يمكن اعطيكم مرايست الى او نص الى النص حتى ناخذ الانتراب اللي ورا البرجر الى الساعة 10:15 استراحة
يعني الساعة 10 وربع، 10:30، ربع ساعة الصراحة.
عشان شوف اذا طيب هذا اللي امامكم السلايد. طيب عافية شوف لي هذا السلايد. طيبة طيبة عافية السلايد شوف لي اياه. دكتور تسمعني؟ اي اسمعك تفضل. ايه على الشات مو السلايد. الشات يعني بين قوسين ما صاير شير. لسه طلع السلايد. طلع؟ تمام. اقرا لي عافيه بس حتى اشوف العنوان مطابق لما انا اريده وياي. طيبه اذا ماكو مشكله بالانترنت. طيبه وياي عافيه وياي. طيبه وياي طيبه وياي. دكتور تسمعني؟ اسمعك هسه. اي شنو طلع بالسيرفس تنشن. تمام. اذا سيرفس تنشن اون سيرفكتنت حتى اللانكس يمنع عمليه الكولابس لازم اكو هنالك سيرفكتنت. دكتور اعتقد وصلنا للسلايد اللي قبله. عفوا دكتور. يلا مع البركه. هذا الانترا ها وصلنا للبلورال بريشر. تمام. اذا هذا الانترا بلورال بريشر احنا اتفقنا انه هنالك بلورال كافيتي وهذا بلورال كافيتي بي تو مال اوف فلويد بيمنع عمليه الادهيجن اوف لانكس وذ ذا وول اوف ذا تشيست. هذا الفلويد بهذا المجال بهذا الكافيتي هنالك انترا بلورال بريشر هنالك ضغط. هذا الضغط حقيقه ناتج بالكافيتي اللي موجود يكون مقداره حقيقة intrapulmonary pressure is minus 5 سنتيمتر H2O. يعني شوف لاحظ هو بالسالب. هذا بالسالب راح يطفد حفاظ على الكومبلينس وحفاظ على المدى المقاوم الى التوسع مدى التوسع الى الالفيولاي مدى التوسع داخل التشيست مدى التوسع وبالتالي توسع اللنج داخل التشيست وول اثناء الانسبيريشن. لذلك خلال عمليه الانسبيريشن فلو ذا تشيست وول از اتس اكسباند راح يكون لما واحد ياخذ تنفس عميق شوف الصدر مالته يكون اكبر يكبر. هذا عمليه الماينس بريشر انترابلورال بريشر واحد من العوامل المساعده على زياده الاكسباند اوف ذا لونج المن الى هذا البلورال كافيتي الى ان يصبح الى اكثر من ماينس 8 حقيقه. شوف اكو بي من ماينس 5 تو ماينس 8 سنتيمتر H2O. زين هذا الرسم فقط يعني هالمعلومات بعد ركزتها اكثر. لذلك لانج بريشر كلمه لانج بريشر عندنا عده خلينا نقول عمليات تتعلق بالبريشر. intrapulmonary pressure اللي هو داخل الالفيولاي اللي هو البريشر within the alveoli. عندنا intrapulmonary pressure اللي هو داخل الانترابلورال سبيس ويكون نيجاتيف قبل شوي اخذنا. اكو عندنا transpulmonary pressure اللي هو pressure differences between across the wall of the lung اللي هو الانترابلورال بريشر ماينس intrapulmonary pressure. اعتقد هذا ما موجود بالمحاضره اعتقد يعني فقط هو للتوضيح من الشرح. يعني احنا شفنا كل سايد جينا بريشر بوليمر بريشر intrapulmonary pressure and transpulmonary pressure. لذلك البريشر اللي داخل الالفيولاي راح نسميه intrapulmonary اللي داخل الكافيتي اكو انترا ويكون نيجاتيف. وهو الفرق ما بين الانترابلمناري طيب وياي اكي والانترا بليورر راح نسميه ترانس بليمنري بريشر. طيب وياي اكي.
طيبه وياي ما انغلق، انا ما بقى اقعد شات. طيبه من تقول لي ايه ما بقى اقعد شات بالشرح. زين، اذا هذا الانترا او يسمى اللانج برجر. عافيه. طيب اذا افتح المايك يمكم حاولوا تجاوبيني. الموضوع اللي ارتبطنا بموضوع السيرفس تنشن اون سيرفكتنت، قلنا السيرفكتنت هي تمنع يعني تقلل من عمليه السيرفس تنشن وبالتالي يمنع عمليه الكولابس. هاي الوظيفه الرئيسيه بصوره عامه المن للسيرفكتنت اللي راح نقول هي عبارة عن فوسفوليبيد اند ليبوبروتين، مكونات ناخذها بالثالث. هذه طبعا ليبيد تمنع عملية او تقلل من السيرفس تنشن اوف ذا فلويد باي انترفيرينج وذ ذا اتراكتنج بتوين ذا ووتر مولكيول اند بريفنتنج الفيولار كولابس. طبعا هو هذا التنشن منين جاي؟ جاي من الووتر الموجود، من الفلويد الموجود بالساك، وبالتالي راح تكون عملية قلة في السيرفس تنشن وتمنع عملية الكولابس. سيرفكتنت is important in prevent excessive extra vasation of the fluid which could use in pulmonary edema. أديمة طبعا كذلك السيرفكتنت تمنع البولمينري أديمة اللي تحدث أحيانا في بعض الدجيز حتى في حالة الكوفيد 19 إذا قل السيرفكتنت بالتالي راح تكون هنالك within the fluid وبالتالي راح تكون عملية الكولابس. ما اعتقد طيبة وياي. عافية طيبة وياي مشتبه. عافية الصوت واضح مشتبه. خلينا نعتمد على الشات. صوتي واضح يمكم؟ زين. الكاباسيتيز، واحد يقول هسه هالحسابات الكاباسيتيز والسعة اللي داخل الهواء داخل الرئة من اللي قاسه؟ اكو هنالك طرق كثيرة لعملية قياس الكاباسيتيز. الجهاز المستعمل في هذه الحالة راح نسميه سبايروميتر. سبايروميتر حقيقة موجود في المستشفيات، في المؤسسات الصحية، في المختبرات البحثية كذلك نقيس بها السعة. شلون راح نقيس السعة اللي هي موجودة؟ انا اعتقد يمكن انتم ماخذين عن كل تفاصيل هذا. مشتبه هذا ماخذيه بالعملي، ماخذيه بالعملي. تمام. انا اتوقع هو هذا يمكن اول عباس اول مختبرات، مو اول مختبرات ماخذيه. تمام. بما انه ماخذيه راح اتطرق يعني اتطرق اليه يعني قصير لانه اعتمد على العملي عمليات السبايروميتر. اخذتوه سبايروميتر، سبايروميتر اخذتوه لو ما اخذتوه سبايروميتر. تمام. اذا يعني انا اعتقد شايف المنهج العملي اللي هو بي سبايروميتر. عمليات الحساب عرفتوها هناك بالعملي شلون تحسب فور ايتش ون، هنالك ديفينيشن. ماكو فرق بالمحاضره، لا يوجد فرق. انت من هو اللي يحكي هذا؟ خلينا نشوف. مريم ما متابعة. أنا إذا أسوي المحاضرة هنالك صورة للتوضيح، يعني من أضيف صورة بالمحاضرة مو معناها أنه المحاضرة ما موجودة. شنو اللي بيها؟ ما متابعة أنت الأمر. المحاضرة موجود بيها كل شيء، لكن مرات أعتمد على صورة ثانية إضافية حتى أزيد التوضيح، مو إلا ألتزم بالصورة فقط الوحدة الموجودة بالمحاضرة. هاي أعطيكم طريقة أنه المحاضرة واحد يريد يوسع يجيب له صورة ثانية، يوسع مثلاً ال respiratory membrane. هاي الصوره ما راح اعدها بالمحاضره، اروح اعتمد على صوره ثانيه. تمام. مو الغايه انه فرق، لا يوجد فرق بالمعلومات. مريم بقت تالي، مريم حيدر شوفي لي شنو الموجود وشنو الما موجود بالمحاضره واعطيني اياه راسلي، ماكو مشكله. راسلي يقول شنو الما موجود. انا جاي امحور المحاضره على شكل محاور، اعطيتكم اياها بي دي اف، اريدكم انا من بدايه المحاضرات لحد هسه اعطيكم توبكس للمحاضره، محاضره لكم تقروها، اعطيكم توبكس استخلصها من المحاضره على شكل نقاط
هذه النقاط تبين انه ذن النقاط القوه الموجوده بالمحاضره. ما متابعه مريم، ما متابعه الطريقه في عمليه اخذ المعلومه من المحاضره، يا معلومه اللي اكد عليها. اختلف عده الباوربوينت عن البي دي اف. باوربوينت قلنا هنالك موضوع، مثلا موضوع الميمبرين عيده للموجود الرسم، انا جبت رسم نفس الموجود الرسم بالمحاضره وضفت رسم اخر للتوضيح، واضيف بعد رسم اخر بعد للتوضيح الفكره. فتوضيح الفكره داخل المحاضره من حقوق الاستاذ انه يوقع، يعني يوسع ويتوقع انه الطلبه مجموعه فهموا هاي الصوره، مجموعه تحتاج بعد صوره اكثر توضيح. فمو نلتزم بالنص، النص كفكره علميه نلتزم به، لكن توضيح الفكره تكون على اكثر من اعتماد، اكثر من مصدر. يعني مثلا هاي الصوره ما صارت عندي واضحه، اعتمد على صوره ثانيه بعد اكثر توضيح. لكن تبقى المعلومه العلميه الموجوده بالمحاضره هي اللي انا احتفظ بها. تمام مريم؟ وياي مريم، مريم حيدر. فلا تعطيني انه ما موجود يعني بالنص. النص المحاضره قلت لكم فهم المحاضره والتبني يمك. هاي اريد اعلم الطالب على هاي الطريقه. يبتعد عن طريقه الدرخ، عن طريقه الاحتفاظ بالنص. لا اريد اقرا نص وشنو الفهمه فليكتب لي اياه. سبيل مختلف، سبيل انا اللي اشجع يكتب سبيل، يفكر من يمه يعيد المعلومه اللي قراها كيف. الرسم مو الا شيء، هذا قلنا انا اعتقد مريم حيدر عبد الامير يحتاج لها هواي يعني متابعه بهذا الشيء. تحتاج متابعه هواي يعني بهالقضيه هاي. يعني لا تنفصلين على المحاضره، المرحله الاولى بعد رحتوا عنها، المرحله الاولى يردون نصا. شوي شوي نخليكم تفكرون، بحث علمي، استنتاج الموضوع اللي تريدوه، تمام؟ ولذلك حضور المحاضره مهم جدا، حضور المحاضره مثلا الحاضرين 51 طالب من اصل 111 طالب، معناها فوق 50% ما حاضرين. 50% ما حاضرين، ليش ما حاضرين؟ نعرف ليش ما حاضرين. هنالك انا اليوم هسه راح اشيك الغيابات واشيكهم وارفع الاسماء اللي ما موجوده بهاي المحاضره. من يجي السؤال يقول ما موجود بالمحاضره، هو يحضر المحاضره وشوف السؤال والمناقشه اللي صايره فيه واللي اكدناه. طيب يمكن ما موجوده، طيب عارفه شوف لنا هذا السلايد. ليش قلنا احنا بالعمليه؟ هسه انا اسجل حضور، اسجل حضور واعتمد. اعتمد هنالك درجه على الحضور هاي 52 طالب اعتمد. هسه اخذ دجتي. طيبه عافيه ويا طيبه، يمكن طيبه ما موجوده. ليش جيت ورا ما اخذت حضور؟ وين شنت؟ ليش؟ لا اذا هاي السبايروميتر اعطانا قياسات الى الفوليومز والكاباسيتيز والسعه. من نقول التايدل فوليوم 500 مل شلون صارت بواسطه حسابه بهذا الجهاز تايدل فوليوم. هنالك سبايروميتر ريسيرف فوليوم، سبايروميتر ريسيرف فوليوم ماخذين بالعمل الفني كلهن انا متاكد ماخذين ريسيدوال فوليوم. هنالك كاباسيتيز inspiratory capacity, functional residual capacity. هاي القيم الارقام النيوميريكال هي نتيجه استخدام جهاز الاسبايروميتر. حتى الان for each one there is definition. ماخذيه بالعملي، تعاريف ماخذيها بالعملي لو ما ماخذيها؟ عباس شو تقول ماخذيها؟ عباس ابقى وياي بالله عباس لان طيبه ما موجوده. عباس موجود هنا؟ شوف الحمل الانجليزي. ماكو عباس. دبل دبل تي. يلا عباس ابقى وياي عباس. تحلفك في المايك. بلي دكتور.
الفاظ ثاني ماخذين بالعملي حتى احنا المصطلحات ماخذين هن تعاريفهم هن والتعاريف ماله نفس اعتمدوها اللي بالعملي اللي هنا بالنظري شلون صار الحساب مالته بواسطه السبايروميتر عندنا تايدل فوليوم حوالي 500 مل انسبيراتوري سيرف فوليوم يعني كل الماخذين عباس شوف لي انا توتال كاباسيتي مصطلحات السبايروميتر كلهم اخذناهم بالعملي بس هذا الموضوع يعني اعطيتني فد هنت عليه حتى ليش يعني نعيد المعلومات عليه هو بعد ثم ماخذين عندنا موضوع اسمه ايضا اعطيناه اللي هو البليثاسوموغرافي حقيقه هذا الجهاز ايضا طبعا يستخدم لقياس الحجم حجم مثلا حجم اللنج قياس الكافيتي فور فين مثلا كافيتي فور بلاد فين كافيتي فور ذا لنج هذا ما اخذي ايضا هذا طبعا اعطيناه في السيمينار الى احد الطلبه لا هذا ما اخذي دكتور هذا الغايه من عنده اعطيناه احد السيمينار راح يكون تفصيل دي انه ليش يستخدم حتى نعرف مقدار الفوليوم للكاباسيتي الفوليوم الكافيتي اوف ذا لنج من الداخل من خلال استعمال هذا الجهاز بولمري فنتيليشن اخذتوه عباس لا دكتور زين بولمري فنتيليشن اندر ريستنج كونديشن 500 مول اوف اير ار تيكن ويز ايتش بريث and this is termed as the tidal volume. This is sent to processes repaired about 12 to 15 times per minute. هذا respiratory rate normal موجود في مصادر يعتمدون 15 مصادر تعتمد 12 مصادر تعتمد 13 هذا المصدر قال من 12 ل 15 respiratory rate عملية التنفس تعتمد على عدة عوامل راح نشوف شنو العوامل لكن هذا بحالة الرست بالرست يكون من 12 إلى 15 مرة بالدقيقة فإذا زاد عن هذا الرقم يعني أكو ديسوردر قل عن هذا الرقم أيضا هنالك ديسوردر ولمن الريفنتيليشن تساوي التايدل فوليوم في ريسبيراتوري رايت فلذلك ما هي العوامل المؤثرة على البولمينري فنتيليشن؟ الريسبيراتوري رايت واحد يعني التايدل فوليوم. بولمينري فنتيليشن 500 نضربها في 12 تطلع 6000 مول بير مينت. ان اكسرسايز هذا بالريست. ان اكسرسايز ريسبيراتوري رايت تايدل فوليوم ار انكريز. شيء طبيعي البولمينري فنتيليشن از انكريز. يعني بولمينري فنتيليشن بحالة الريست يكون مقدارها 6000 مول بير مينت لكن في حالة الاكسرسايز تصعد ليش ترتفع تفسير مالها لان التايدل فوليوم والريسبيراتوري ريت راح تصعد هناك ما يسمى بالالفيولار فنتيليشن the quantity of the air that reach to the alveoli per minute هذا وين كمية الهواء الواصلة للالفيولاي بالدقيقة الواحدة is less than the pulmonary ventilation وهي تكون أقل من pulmonary ventilation alveoli ventilation يساوي respiratory rate مضروبة في alveoli tidal volume respiratory rate اللي هي تساوي tidal أخذناها volume ناقص dead space اللي أخذناها بالconducting space conducting zone فراح تصير 12 في 500 ناقص 150 تطلع 4200 مل بير مينت هاي بحالة الريستنج عافي عباس واضحة تسأل انا من اقول واضحة العباس يعني اقصد البقية البولمينري فنتيليشن شلون طلعنا القيمة مالتها والالفيولار فنتيليشن عباس وياي وياي صراحة من المعادلة من المعادلة واضح قلنا الـ transport of the gases سواء كان الأكسجين والCO2 خلال 6 layers خذناه اللي سميناه respiratory membrane ينتقل الأكسجين من الألفيولاي to the blood والCO2 من الblood to the alveoli هذا النقل هذا كيفية العمل ماسه يعني شلون ينتقل هذا الأكسجين
راح نشوف ما هي الميكانيزم اللي بواسطته احنا راح يصير هذا عمليه النقل. اولا الاكسجين is carried by two ways، اما يكون ارتباطه bound to hemoglobin داخل الدم represent primary mechanism of oxygen transport. 97% of oxygen transport يعني هاي حوالي 97% من نقل الاكسجين ارتباطه مع الهيموغلوبين. زين dissolved in plasma، بعض الاكسجين يكون مذاب من بالبلازما مثل البلاد حوالي مقدار نسبته 3%. اذا اول بداية نقل الاكسجين داخل الدم اما ارتبط مع الهيموغلوبين تركيز 97% و3% من عنده يكون ذائب ديما بالبلازما. Carriage of O2 depending on، خلينا نشوف كيفية حمل هذا الأكسجين شلون راح تصير. النقطة الأولى يسموها أكسجين تنشن. شنو هذا الأكسجين تنشن؟ البلود اللي يصل اللانج at the ضغط مقداره 100 mmHg and circulate through the pulmonary circulation reach to the capillary ويصل الى التشيو. يعني الاكسجين موجود بالبلاد راح يوصل للتشيو حتى يجد مقدار الضغط 101. الضغط الموجود الاكسجين داخل التشيو مقداره جد 40. انا شوف للمؤشر عباس وياي واضح دكتور واضح. فإذا من الضغط العالي الثلاثة طلبة تطيبة بالإعادة، من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض الأكسجين راح يتحرك من البلد to the tissue لأنه هذا 100 وهذا 40. هذا خلصت من عنده. Each of O2 occur and O2 tension decrease in the blood. طبعا من يصير عملية التبادل راح بعدين راح يقل راح يوصل بالفينوس 40 mmHg. هذا الضغط راح يقل بالفينوس راح وصل إلنا لللنج راح يلقي صورة معاكسة. The blood return to the heart with oxygen tension 40. Then pumped to the lung which have oxygen tension 100. أو قلنا عملية التبادل خلال التبادل خلال الميبرين تحتاج 6. إذا أول بداية نقلت آن الأكسجين خلال الدم وصلت للتشيو والأكسجين من التشيو لل للهيموغلوبين بالتبادل بالاختلاف بالضغط جبت هسه وين وصلت ال 40 وصلتها الى اللنج. نجي الان اوكسجين كونتنت. The quantity of oxygen carried depending on hemoglobin يعتمد على كمية الهيموغلوبين. كل واحد غرام من الهيموغلوبين يلا قابلية الارتباط بمقدار 1.34 مل من الاكسجين. فإذا واحد مثلا ها ضارب مثال الهيموغلوبين مالته 15 غرام بير ديسليتر 400 مول اوف ذا بلاد نضرب ال 1.34 في 15 تطلع لي 20 مول اوف اوكسجين ان افري 100 مول. كل 100 مول من البلاد اللي بيها 15 غرام من الهيموغلوبين راح يشيل لي 20 مول من الاكسجين. هاي الطريقه الثانيه يسمونها اوكسجين كونتنت. Oxygen capacity of the blood represents the maximum ability of the hemoglobin to carry O2. إذا عملية التبادل مالت الأكسجين تعتمد على اعتماده. اعتماد أول على مقدار الضغط الموجود داخل the blood اللي هو 100 مع التشو اللي هي بها 40 راح يصير عملية التبادل من الضغط العالي للضغط المنخفض واحد. النقطة الثانية إنه تعتمد على وجود الهيموغلوبين. هيموغلوبين كل واحد غرام يرتبط مع 1.34 مل من الأكسجين وبالتالي راح تكون عملية النقل الأكسجين تعتمد على هذه النقطتين. نجي الآن إلى عملية نقل CO2. نقل CO2 is carried by three mechanisms. أولا dissolve in plasma حوالي 7-10% هذا مذاب بالبلازما. CO2 is 20 more than soluble in plasma than O2. احنا عرفنا الO2 مقدار 3%. هنا شوف لاحظ 10% تقريب. من 7-10% ذائب بالبلازما. ثانيا ارتباطه بالهيموغلوبين in RBC. اذا ارتبط الCO2 بالهيموغلوبين راح نسميه carb amino hemoglobin. ونسبته 20-30%. Does not complete with oxygen transport. Not bound to heme.
بات باينت جلوبيولين من اسمه هيمو جلوبيولين السي او 2 يرتبط بالجلوبيولين زين نقطة ثلاثة از باي كاربونيت ايون ان بلازما جد مقدارها 60 الى 70% اذا اكو هنالك فرق ما بين الاكسجين كاريج اند كاريج اوف سي او 2 لاحظ اكو فرق سوي هذا الفرق سوي على شكل جدول فرق انه جد ذائب جد ارتباطه بالهيموغلوبين وجد مقدار ذوبانيه مالته بالبلازما CO2 يذوب بالبلازما تفاعلها مع البايكربونات هذا CO2 عندما ياتي الى البلازما اما جزء من عنده راح يذوب جزء من عنده يرتبط بالهيموغلوبين او جزء من عنده يتفاعل مع H2O تحول الى H2CO3 H2CO3 تتفكك الى HCO3 زائد H الHCO3 داخل RBC راح تطلع الى داخل البلط ومكانها منه اللي يصير حتى يكون يحافظ على التوازن الجريدينت يرجع من هو الكلورايد يرجع من هو الكلورايد عباس واضح الرسم امامك عباس واضح دكتور واضح هاي عملية التبادل داخل الار بي سي البايكربونات تطلع والكلورايد تدخل راح نسميها كلورايد شيفت كلورايد شيفت بالرسم صارت واضح طبعا الووتر will diffuse inside the RBC in the venous blood نلاحظها large size بينما بالارتريال نلاحظ راح تكون low ليش نتيجة وجود الكلورايد شيفت عندنا موضوع آخر اسمه control of respiration شلون عملية السيطرة على الريسبيريشن إما السيطرة تكون من خلال النيرفس سيستم كنترول نيرفس سيستم كنترول اللي موجود في البرين يتألف من الانسبيريشن 1 نيورون أو اكسبيريشن اي نيورون الاي نيورون اللي هو الانسبيريشن لوكيتد ان ميدل ان برين ستيمولييت ان يورين ذات انرفيت ريسبيريتوري مسل المسؤول عن عملية الانسبيريشن الشهير الاي نيورونز مسؤول عن عملية الاكسبيريشن هنالك ما يسمى في الابنوستيك سنتر اللي موجود في البون ستيمولييت نيورون تو بروموت انسبيريشن وهنالك نيوموتاكسيك سنتر الموجود ايضا في البون ومسؤول عن عملية تثبيط نيومو نيوستيك سنتر اند انهبيت انسبيريشن كل هذه النيورون هي بين قوسين involuntary العملية غير إرادية عملية التنفس غير إرادية ترتبط بالcentral nervous system بها I neurons بها E neurons وذن ال I neurons وال E كل واحدة مسؤولة عن inspiration الثانية على expiration وهنالك center يحفز هذه النيورون سواء كان neuristic ابنوستيك سنتر اند نيوموتاكسيك سنتر اللي هو يعمل على تثبيط الابنوستيك سنتر اند انهبيت انسبيريشن اذا العمليه الاولى هي اوتونوميك نيرفس سيستم واحد الطريقه او الثانيه المسؤوله عن تنظيم الريسبيريشن هي كيميكال كنترول كيميكال كنترول هنالك ما يسمى بالسنترال كيمو ريسبتر اللي موجود بالبرين يكون حساس جدا الى CO2 يكون عندما يشوف تركيز CO2 in the blood and the H من اي تغيير داخل تركيزهم داخل البلد راح يكون هنالك ستيميليشن للسنترال كيمو ريسبتر فواحد من عندهم هاي الكيميكال كنترول اللي هي increased by CO2 level شوف تصير اذا زادت CO2 level راح تكون كيمو ريسبتر ستيميليت CO2 يكون اكثر ستيميليت من الO2 اضافه لذلك هنالك الكيميكال اخر اللي هو نقدر نقول الهيدروجين الO2 CO2 يعني الكيميكال كنترول يعتمد على تركيز CO2 والO2 عند الهيدروجين اي تغيير تغير CO2 صعد CO2 صار ستيميليت لل السنترال كيمو ريسبتر
راح يزاد معدل التنفس وبالتالي يطلع كميات كبيرة من CO2 إلى الخارج، وبالعكس صحيح. زين، هذا اللي نفس الكلام اللي قلناه. بطبع الكيمو ريسبتر هنالك سنترال كيمو ريسبتر اللي مسؤول عليه CO2 والH، وهنالك بريفرال كيمو ريسبتر اللي طبعا يكون located in this secret structure known as carotid aortic bodies، ولها علاقة كذلك بالأكسجين أكسجين concentration. نجي الآن إلى الأبنورماليتيز. أبنورماليتيز of respiratory system، هناك عندنا عدة أبنورماليتيز حقيقة ذني بتفاصيلها بكل ما لها علاقة وشلون تصير والباثوفيسيولوجي مالتها كلها بموضوع الباثولوجي. احنا بالميديكال فيسيولوجي ناخذ النورمال فانكشن، فاي ديس اوردر يصير ديزيز. فواحد من الابنورماليتيز اللي لها تاثير على هذا الموضوع، هنالك عديد من الابنورماليتيز اللي تحدث اللي هي الامفيزيما. امفيزيما حقيقه اكسس اير ان لانجز كرونيك انفكشن increase in mucus، لاحظ chronic obstruction، air remain in alveoli، هنالك overstretching of alveoli، alveolar obstruction، كل هذا نتيجة damage of capillary، pulmonary hypertension، right side of the heart، هاي بحالة الانفيسيمة. بالانفيسيمة يعني تعذاب في سترة على العربي معناها انتفاخ الرئة حقيقة. هذا طبعا بعد ما تكون with fluid، filled with fluid. هناك راح تكون لها عملية دمج للألفيولاي، فهاي الدمج شيء طبيعي راح تكون هنالك تأثيرات على القلب، تأثيرات على خلينا نقول على الجسم بصورة عامة، هنالك بوليمري هايبرتنشن. مثلا حالة النيومونيا، النيومونيا نقول ذات الرئة، لا تتخيل انه فقط هي حالة انفكشن ومايكرو اورجانيزم، لا، اي حالة. مثلا هسه الكوفيد 19، كوفيد 19 واحدة من الاعراض اللي يسويه وياي عباس وياك دكتور اللي هي filled with fluid الالفيولاي. فاذا صار filled with fluid بالتالي راح تفقد عمليه وظيفه الالفيولاي وتكون بهالحاله هاي obstruction، تكون هنالك الحالات اللي يشوفوها حالات الاختناق، وجود اكسجين قليل لعمليه التبادل، ترجع الى النيومونيا. الاسماء يعني نظلم الأسماء من نكتب عليها سطرين سطر ونص. طبعا الأسماء هو كلام كثير موجود عليه، لكن ما يهمنا بالميديكال فيسيولوجي هو spastic contraction، لاحظ contraction of smooth muscle of bronchioles because of hypersensitivity. أي هذا طبعا وبأنواع وبأقسام وبتفاصيل كثيرة. اللي يهمنا أنه بالأسماء نجي بالكيس، يعني هنالك contraction بالbronchioles. السيانوتز بلو كلر، شوف واحد يعني لون الجلد مالته نقول صار بلو، اند ميوكس ميمبران دي تو لو كونسنتريشن اوف اوكسجين ان ذا بلاد. وكذلك هنالك اسباب كثيره للسيانوتز، الهايبر كابينيا انكريس سي او 2 ان ذا بودي فلويد، وليه صار ايضا بتفاصيل. اكتفينا فقط بهذا التعريف، اكتفينا حقيقه بتعريف بسيطه جدا. هناك ما يسمى بالانوكسيا او هايبوكسيميا. الهايبوكسيا، هايبوكسيا بصوره عامه هو ديكريز او 2 تو ذا سيل، سميناها هايبوكسيا. قسمها الى اربعه اقسام، انوكسيا او ما يسمى انوكسيا، انوكسيا او هايبوكسيك هايبوكسيا دي تو شورتج اوف اوكسجين ان ذا انسبايرد اير دي تو لانج ديزيز. اي ديزيز تؤدي الى اوبستراكشن راح تصير هنالك يعني الهايبوكسيا. مثلا واحد من الارتفاع في يعني يصير في مرتفعات يعني كميه الاكسجين راح تكون قليله، بالتالي راح يعاني من حاله الانوكسيك انوكسيا هايبوكسيك هايبوكسيميا هايبوكسيا المرتفعات. ثانيا انيميك انوكسيا، قلنا احنا الاكسجين له ارتباط مع الهيموغلوبين، لذلك نشوف نقص بالهيموغلوبين يؤدي الى حالات نقص بالهيموغلوبين او
هنالك تسمم في الـ CO1، هنالك تسمم بالـ CO2، كلها تؤدي إلى نقص بالأفينيتي، هنالك جريت أفينيتي للغاز الـ CO1 أكثر من الأكسجين للهيموغلوبين، يكون هنالك ما يسمى بالأنيميك أنوكسية. ليش تعتمد عليه؟ من تعتمد على الهيموغلوبين. يعني هاي التفاصيل الكثيرة، التفاصيل هو المطلوب فقط التعريف، فقط التعريف، ما المقصود بأنيميك أنوكسية؟ أنيميك أنوكسية نتيجة قلة الهيموغلوبين. سيركولاتوري هايبوكسيميا، أو هذا طبعا علاقة ب في حالات اللي هي تكون inadequate blood flow، يعني المشكلة مو بالهيموغلوبين ولا المشكلة ب يعني مشكلة أخرى بالريسبيراتوري سيستم، لا، مشكلة بالبلود فلو، احتمال مشكلة بالفيسلز. الفيسلز كمية راح تكون مثلا بحالات الأثيروسكلوروسيس، بحالات تصلب الشرايين، بحالات تضيق الشرايين، تكون كمية الأكسجين الواصلة إلى التشو تكون قليلة، لذلك راح نسميها سيركولاتوري هايبوكسيميا. اكو عندنا هيستوتوكسيك انوكسيا. الهيستوتوكسيك انوكسيا due to failure of the cell to extract oxygen from the blood، هو فشل بمن بالسيل حتى تكون عملية أخذ الأكسجين، مثلا في حالات تسمم بحالات السيانايد، سيانايد بوزنج، تسمم هذا السيانايد يقطع عملية الأنزيمات المسؤولة عن الأوكسيديتيف فوسفوريليشن بتكوين الـ ATP. فإذا قطع هذا طبعا السيانايد، قطع هذا المحور، راح يكون هنالك هايبوكسيا أكثر شيء بالتشيو، وطبعا يكون خلال خلينا نقول وقت قصير جدا في حالة تسمم بالسيانايد راح تؤدي إلى الدث، اللي راح نسميها هيستوتوكسيك هايبوكسيميا. اعتقد هذه هي المحاضرة خلينا نقول الأخيرة. أنا هسه راح أتطرق إلى موضوع الحضور، أيضا راح أخذ الحضور 54 طالب اللي أمامي. سيد عباس دكتور بلازح، مع سبب الأمراض اللي أخذناها يعني اللي يفيدها من عندهم بس الساين، لو يعني بس كنت نتطرق لها أنت شوف يعني مثلا هيستوتوكسيك انوكسيا، مو تروح تقرا اياها من البدايه للنهايه بالتفصيل على مود توضح عندك الفكره، بما انه الموضوع يعني ما يعني خلينا نقول